السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بروسوفت فيديو. فيديوهات القناة إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس جي أي أبلكيشنز ويز فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي تفتح ملف تكست تقرأ منه أو تاخد منه بيانات زي ما أنت عايز نوع براحتك. وده نوع من أنواع قواعد البيانات، بس نوع إيه يعني صغير شوية، مش نوع متطور. عملنا كده هنا تكست بوكس، ده اللي هنظهر منه البيانات. أول حاجة هناخدها الريدر إزاي تقرأ من الملف، وعملناه مالتي لاينز. بعد كده عملنا ايه؟ تعال معندناش دعوه كده بيه. كده عملنا زر هنا، نشوف كده الحدث بتاعه. اول حاجه كده لازم تستدعي السيستم اي او. سيستم اي او، اي او ده هو دي المكتبه اللي فيها كل المكتبات اللي احنا هنحتاجها عشان نفتح الملفات. اولا كده ايه، تعال كده نروح على الايفنت بتاعنا، ناخد ايه ستريم رايتر، ستريم ريدر قصدي، كان ده اللي هو بيفتح الملفات. هنقول فايل مثلا، نديه البتاع ده ال اسم الملف اللي احنا هنفتحه، مثلا نقول text.txt. طبعا الملف ده بيكون في المشروع بتاعك، يعني في الفايل بتاع المشروع. يعني احنا مثلا كده، تعال كده نفتحه، اوبن فولدر، ده الفولدر بتاع المشروع بتاعك. انا عملت ملف تكست هنا اسمه text.txt. ممكن انت تعمله على فكره، والله لو مش موجود هو هيعمله، يعني البرنامج هيكريت ملف جديد لو هو مش موجود اساسا. بس طبعا يعني مع الرضا هو هيكريته، بس يفضل ان يكون موجود عشان اصلا انت هتقرا، انت مش هتكتب. انت لو الموضوع ده لو انت هتكتب ماشي هو هيكريته، لكن انت هتقرا لازم يكون موجود. طبعا انت ايه ممكن تكتب الباس بتاع اي 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 راب اي ملف جوه الكمبيوتر بتاعك، ممكن تكتبه هنا وتقراه. بس يعني ايه، تعال كده ايه نكتب مثلا لو سي مثلا كده، هنا كده لازم تحطها مرتين، يعني لازم تحط مره كده مثلا ايه، بعد كده اسم الفايل، بعد كده اي بين كل ملف، ممكن كل تنقل جوه ملف تحط اتنين مرتين كده. لو ما نفعتش حطها عكس، وحطها عكس مرتين، هتنفع معاك يعني في حاجه من الاتنين دول. ده لو ايه، ده لو اول مره ما نفعتش، يعني هاي اول مره كده لو ما نفعتش معاك جرب مرتين، المره الثانيه اللي تحط حطها مرتين دول. ما نفعتش جرب تعكسها، اللي هي العكس اللي هي فور الارقام اللي على اليمين دي، ما ينفعش حطها مرتين، هتنفع معاك يعني واحده من الاربعه دول. بعد ما يفتحوا هنديله بارامتر تاني. البارامتر التاني هنقول سيستم تكست ان انكودنج انكودنج، ايوه انكودنج. ايه بقى انكودنج؟ هنا هنقول ديفولت. يعني ايه اللي احنا كتبناه ده؟ يعني لو الملف مكتوب جوه كلمات عربي او اي كلمات، يعني مثلا ايه في الويندوز عندك مثلا ايه اللغه العربيه مثلا متعرفه، واخد بالك، فهو يقدر يقراها. لو مش متعرفه برده ما بيقراهاش. في هنا ايه، في ممكن هنا ايه، في حاجات كتير ممكن تعملها. يعني مثلا ايه، في هنا اليو تي اف 8 ده اللي بيقرا العربي، ده اللي بيقرا عربي انجليزي فرنساوي اي لغه موجوده في الملف ده هو يقدر يقراها. لكن انا هخليها ديفولت بلغه الويندوز. يعني لو والله لو الويندوز عارف يقرا الملف بالطريقه اللي بيقراها الويندوز، لو الويندوز بيقرا عربي البرنامج هيقرا عربي، لو ما بيقراش انجليزي، لو بيقرا انجليزي البرنامج هيقرا انجليزي. والله تقريبا اليو تي اف 8 هي اللي بتقرا انجليزي، يو تي اف 8 هي اللي بتقرا انجليزي وعربي، مش متذكر قوي. بس في مكتبات كتير بتقرا، يعني المكتبات دي موجوده، جرب انت بقى وشوف. ايه ده، ايه انا بعمل ايه؟ مش ده اللي خالص، بصوا يا جماعه كده ايه، نعمل فايل. هنقول ايه الاول مثلا تكست بوكس، اللي هو التكست بوكس اللي احنا عملناه، تكست بتساوي فايل دوت. كل الدوال بقى اللي انت هتحتاجها هنا، في عندك ريد، واخد بالك، دي اول اداه، دي اول داله. الريد دي بتقرا كل حرف وحرف. يعني احنا مثلا ايه، لو تعالى كده نفتح الملف بتاعنا نشوف ايه جواه. جواه محمد وبروف. ريد هتقرا محمد، بعد كده ايه مثلا تستدعي الداله دي تاني هتقرا او، بعد كده تستدعي تاني هتقرا اتش، بعد كده تستدعي تاني هتقرا اي ام، بالترتيب كده. دي ريد طبعا ايه بالتسلسل، يعني انت ايه مثلا هتقول فايل دوت ريد، بعد كده هتقول فايل دوت ريد، فايل دوت ريد، بالتتابع كده هي بتقرا الاحرف. هنقول فايل في ريد برضو، بس ريد لاين، دي ريد لاين دي بتقرا سطر، يعني ايه هتقرا لك كلمه محمد، هتقرا لك اول سطر، واخد بالك، يعني هتقرا لك ده كده. ريد لاين تاني هتقرا لك دي، هتدي الضال التالت هتقرا لك اللي بعديه، ده لو في بعديه. طبعا لو انت قلت لها ريد لاين وهي اصلا في اخر الملف هترمي لك اكسبشن. هعلمك برده ازاي تتجاوز الموضوع دلوقتي.
بتاع كده ايه. وبعد كده لازم في اخر يا جماعه الملف، لازم في اخر قصدي يعني انت خلاص خلصت شغل الملف كله، انت قريت كل الحاجات اللي جواه، تعمل ايه؟ تقول فايل دوت كلوز، خد بالك هنا تقول فايل دوت كلوز عشان يقفل الملف بتاعك، عشان ما يبقاش في حمل على الرامات كتير او حمل على الرامات تقيل، فانت ايه يحصل انت كل شويه تفضل تفتح ملفات تفتح ملفات، فانت ايه دي حمل على الرامات، فانت تقفلها خالص. بعد كده لو عايز تفتحه تاني افتحه براحتك عادي مفيش اي مشاكل. بتاع كده اعمل رن يا جماعه، بس الملف بطيء، الفيجوال ستوديو بطيء شويه عشان انا بشغل فاست ستون برنامج التصوير مع الفيجوال ستوديو. بعد كده ندوس على الزر زي ما انتم شايفين يا جماعه، طبعا لنا محمد لان احنا قلنا له ريد لاين، هنقفلها الحمد لله. في عندنا برضو داله ريد تو اند، ريد تو اند، الداله دي بتقرا لغايه يعني بتجيب كل التكست اللي جوه الملف، بعد كده بتحطها لك في التكست بتاعتك، يعني بتقرا لك محمد وبروف سوفت لغايه اخر الملف. طب ماشي، انا كده هنشيلها خالص. في بس حاجه كده في داله بس عشان اوضحها لك، لازم هعمل وايل لوب، قول مثلا ايه وايل فايل دوت اند اوف ستريم. اقول لك يعني ايه اند اوف ستريم دلوقتي. اند اوف ستريم لو انت خدت في السي بلس بلس بيزكس، انت خدت ايه؟ ان الداله اللي هي اف ستريم اللي هي المكتبه اللي بتفتح الملفات عندها داله اسمها اي او اف اللي هي اند اوف ستريم. طول ما انت لغايه ما طول ما انت لو ما وصلتش لنهايه الملف افضل اقرا 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 كده، تكتب بقى ريد لاين بعد كده براحتك بقى لغايه انت ايه حاكم نفسك بين نهايه الملف وبدايه الملف، اقرا إيه كله بعد كده ايه حطه في التكست بوكس بتاعتك عادي. ده بس حبيت حاجه اوضحها بس، دي كده الريد. طبعا جواها ايه مليانه طبعا زي ما انتم شايفين دوال كتير ممكن انت بقى تكتشفها مع نفسك، يا سهله كلها. في اند اوف ستريم، في نل، خلي بالك دي نل، دي معناها ان القيمه اللي راجعه من الملف نل، بمعنى يعني ايه ان الملف فاضي. يعني اقول لك كده ايه مثلا، اقول لك مثلا ايه لو احنا جينا ايه هنا دي كده دي كده نل، الريد لاين دي كده نل، ده كده هو بيرجع قيمه نل. كنترول اس دي كده قيمه فاضيه. تعالى كده ايه نقول اف لو فايل دوت ريد لاين ندالة كده بتساوي فايل، لا دي بتساوي مثلا ايه فايل دوت نل ايه تقريبا، مش نل تقريبا مع الفايل تقريبا، دي نل تانية احنا قصدنا على نل دي، برضه مش نل دي، تاني واحدة. طيب يا ربي فين نل؟ كانت موجودة نل مش عارفة راحت فين. على العموم يعني انت لو رجعت قيمة فاضية يعني انت ممكن خلاص، انت ممكن على فكرة ممكن تعملها كده يعني مش مشكلة، بدل نل يعني، بس انا مش عارف والله كانت نل موجودة بس مش عارف راحت فين خالص، مش مشكلة يعني. انت لو عملتها كده تعال كده ايه نعمل ريد لاين برضه عشان ايه ان هو كده بيقرا في الأول خالص.
زي ما انتم شايفين يا جماعه، قفل الملف لان هو جاب محمد. بعد كده قرا السطر الفاضي لقاه فاضي اصلا، فايه عمل ابلكيشن اكسيت. احنا ايه ابلكيشن اكسيت دي؟ معناها ان احنا بنقفل الملف، بنقفل قصدي البرنامج كله. مش عارف والله النقل اللي كانت موجوده عشان كتبتها قبل كده ونفعت، بس مش عارف راحت فين. مش مشكله بقى خالص، انت لو لقيتها عندك ما لقيتهاش خلاص ممكن تستخدمها خلاص. ده كده الستريم ريدر. تعال كده ستريم رايدر بقى، رايتر اللي احنا هنكتب جوه الملف. ستريم رايتر ناخد كده منه كائن اسمه فايل برضو، مش مشكله. ده بياخد برضو اسم الملف تكست دوت تي اكس تي. في بقى باراميتر تاني هو بياخده. ايه الباراميتر التاني اللي بياخده ده؟ دي مابول يعني ترو او فولس. ترو لو انت عايز تفتح الملف، يعني ايه ديفولت كده في الستريم رايتر ان انت ايه لو انت عايز تفتح ملف وتكتب جواه بيمسح كل اللي في الملف جواه، اي تكست جواه بيمسحه بعد كده بيعيد كتابته من جديد. لا افرض انت مثلا ايه عايز مثلا تكتب جواه يعني تزود عليه حاجات، فانت ايه تكتب هنا ايه ترو. خد بالك كده خلاص، كده انت ايه كده انت بتقول له ان احنا ايه عايزين نضيف للملف مش عايزين نمسح منه ونعيد كتابته تاني. واخد بالك؟ فمثلا ايه هنقول ايه فايل نفس الميثودز ونفس الحاجات برضو بس مع اختلاف شيل ريد دول رايت. هنقول ايه رايت في هنا رايت لاين انك تكتب سطر. هنقول له مثلا ايه بتاخد كام سترينج مثلا، هنقول له مثلا هلو سي بلس بلس. نقفل كده نشغل. نسينا نقفل الملف برضو، لازم نقفله. فايل دوت كلوز، فايل دوت كلوز بلاك كده ايه لوكال ويندوز اند باكر يس. استنى كده شويه بس يا جماعه، طولت عندكم في فيديو، طولت عليكم في الفيديو ده شويه بس عشان ايه كان لازم اقطع حاجات كتير قوي في الفيديو، بس هو يعني ايه بطيء انا شويه بس في الشرح معلش. كده ايه نكتب ايه ندوس بوتون، دوسنا نفتح كده ملف هلو سي بلس بلس. هلو سي بلس بلس احنا دوسنا عليه مرتين بقى ضاف لي الملف. مش عارف ليه كتبها مرتين تقريبا، مش عارف ليه. تعالى كده نشيلها عشان في حاجه غلط تقريبا ان انا دوست عليه، ما عملت البتاع دي مره قبل كده. دوست عليه كده ولا لسه؟ وانا ما دوستش. ساب سطر وقال كنترول اس. دوس عليه تاني نروح له فتح ان هو بيسيب سطر، بيسيب سطر بعد كده بينزل على تحتيه لان احنا ايه اوريدي واحنا هنا في المنطقه دي كده بيسيب السطر ده بعد كده بيكتب تحتيه. خد بالك بس كده خلاص نقفله كده شويه بس. هو ده كان درس النهارده يا جماعه، وارجو ان يكون ده الدرس نال اعجابكم. لو عجبك دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك. كلنا ما عجبكش ليه؟ نلقاكم درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.